اليوم الحمد لله ناس تلمت من جديد ومش وثم مجموعة من الخيان اللي نترأسهم العبد لله ماشيين إن شاء الله نسيروا النادي الرياضي الصفاقسي لمدة سنتين كما يقول عليه القانون وإن شاء الله برنامج عمل مش يكون كبير وإن شاء الله الأمانة اللي خلاوها لنا الجمهور والثقة اللي عطانا فينا الجمهور وخصوصا نجيبوا نتائج رجعوا صورة النادي الرياضي الصفاقسي الفريق الكبير أحسن فريق في الجمهورية التونسية. أول مرة أنا في ظهري في الانتخابات اللي عشتها في النادي الرياضي الصفاقسي أول مرة هيئة متفاهمين عليها الناس الكل بما فيها مكونات النادي الكل من سوسيوس الهيئة الدعم الجماهير كل شيء الناس كل متفاهمين على هذه لذا عبد العزيز مخلوف نعرفه رجل عمل ناجح وعالمي رجل عمل عالمي نستنيه منه هيكلة جديدة في النادي إن شاء الله يخرجنا البر الأمان وتحسين فرع كرة القدم كما تحسنت باقي الفروع الانتدابات تحسين الرصيد البشري اللي موجود تحسين فخاطر فما تحب ولا تكره ما فما جوارات بس حقش تلعب في النادي الرياضي الصفاقسي. أنا سعيد جدا أنه أخيرا النادي الرياضي الصفاقسي مش يخرج من التسيير الوقتي ومش يخرج على إيدين ناس معناتها كيما سي عبد العزيز مخلوفي سي جوال العذار سي نجاح تمر كل القائمة سي محمد علي التومي اللي هو بالمناسبة معناتها مفاجأة سارة كانت الحقيقة في القائمة انه مش يخرج على الناس لها من الكفاءه ولها من الامكانيات انه قادره انه ترفع مستوى النادي الرياضي الصفاقسي وترجع هويه النادي الصفاقسي المفقوده منذ سنوات. الهدف لازم يكون خاصه على المستوى على المدى القصير معناتها على الموسم هذا يكون هدف انه تخليص نادي الرياضي الصفاقسي من الديون والخطايا الماديه وان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله الموسم القادم إن شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي مش نشوفوه فريق ألقاب وفريق تتويجات. احنا فرحانين لأول مرة معنا جمهور نادي الصفاقسي معناها يصير الإجماع على الشخص عبد العزيز مخلوفي إن شاء الله بالتوفيق عنا ثقة فيه كبيرة والجماهير الكل العريضة النادي الصفاقسي أكيد تنتظر معناها وهذه لحظة تاريخية اليوم قطعنا مع الهيئات التسييرية وأنا متفائل معناها أكيد معناها باش تكون نتائج باهية وإن شاء الله تتويجات. أول حاجة نحب نشكر الحضور والجمهور اللي جاء اليوم على الحفلة هذه اعتبارة حاب نقول سي عبد العزيز مخلوفي أولا مبروك عليك إن شاء الله تكون في مستوى انتظارات تطلعات جماهير النادي الصفاقسي. أنت اليوم في الجلسة العامة عطيت برشا وعود إن شاء الله سي عبد العزيز معناها حطيت روحك اللي أنت ناريخ نجم نحاسبوك بالكلام هذا إن شاء الله نشوفوا معناها إدارة عصرية إدارة جديدة ما عادش نعاودوا نفس الأغلاط متاع قبل خاصة في الانتدابات تقريبا خطايا من 2015 فات 10 مليارات هذا ما عادش نحبوا نشوفوه في جمعية كبيرة كيما السي اس اس إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله السنة نقولوا يا ربي نبداو عام التيتروات صحيح بدينا بالفولي ويعطيهم ساحة بنات فولي إن شاء الله نكملوا هكاك في المستقبل إن شاء الله والله ولي التوفيق وربي معنا وعاش النادي الرياضي الصفاقسي. طبعا اللجنة المستقلة الانتخابات والهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي فوز علينا السيد عبد العزيز المخلوفي
المدة النهائية 2024-2026. الجمهور العزيز هذايا اللي نجم نقوله له اليوم ناديته وعاونتوني باش نكون على رأس نادي الرياضي الصفاقسي بحول الله. الأمانة هذوما عطيتوها لي نحافظ عليها. القريب توا اكتويل ما هو رفع رفع منع من الانتدابات وتعزيز الفريق الفني وبعض ليكيب زاد بعض الملاعبية باش نخلطوا نعملوا نتائج الموسم هذايا هذايا بارابور كور تيرم لو مويان تيرم اي لو لون تيرم سي دو روتروفي ان سي اس اس كي سو با بور غاني لي تيتر ان سي اس اس اللي يخلق النجوم ان سي اس اس اللي الاولاد كي كوروا فيه ما يعرفوش مع الخساره. هذايا التطبيع مع الفشل ومع الفوضى هذا لازمنا نقطعوه تماما وهذا لازمنا نخدموا عليه وبحول الله برامج واضحه والرجال اللي مش يخدموا عليها موجودين وان شاء الله ربي يوفقنا.